بسم الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب الجنة والنار. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وإن صبرتم ما عملتوش العقاب، يعني كنتم مش بحاجة إلى العقاب. لكن إذا كان صبركم عيلة وريته للإسلام سيتضرر، إذا كان يكون شمع عقاب بالمثل سيتضرر، فلا تكونوا مصيبين فيما ذهبتم إليه. لكن الرب يعطيك يشير وينصح بما خير من ذلك، وهو ولئن صبرتم، أي في حال صبركم على الأذى الذي لحق بدينكم الحنيف، ولئن صبرتم لهو خير الصابر. يعني نهاية المطاف بعد الصبر ذاك شدوا روحكم من الطبقوش العقاب اللي يكافئ الاعتداء على الإسلام. يقول ولئن صبرتم لهو خير للصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم غير حساب. وبعد ربي يزيد يحمسنا للصورة الثانية دي، وقت اللي يخاطب نبينا عليه الصلاة والسلام وينصحه بالصبر. هذه الآية بعد حين إن شاء الله تعالى نحاول نقاربها ونحاول نفهم البعض ما جاءت به هذه الآية الكريمة من أنباء من مطمئنة وأنباء مصبرة وأنباء فيها التفاؤل الكبير حسب وعد المولى العظيم.